معانا الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخمسيه لاتحاد الكره المؤقت. اهلا بيك استاذ عمرو. اهلا اهلا بيك يا عمرو. صوتك متفائل. صوتي انا على طول متفائل الحمد لله. بعد كل اللي حصل ده خير خير كله خير ان شاء الله. كله خير. خلينا نبتدي من الاخر. دلوقتي عندنا موقفين من قطبي الكره المصريه. بيان النادي الاهلي اللي لسه طالع من نص ساعه واكيد حضرتك سمعته وانا بقراه دلوقتي انه لن يتعاملوا مع اللجنه الخماسيه وتصريحات المسؤولين عن نادي الزمالك بان هم مش هيلعبوا ماتش بكره. خلينا نبتدي من الاخر ونشوف تعليقك ايه. تعليقي طبعا كافه التقدير والاحترام للناديين الكبار قطبي الكره المصريه. بس انا بقى عايز اقول لك خلينا نبتدي من الاول. لا بدل ما نبتدي من الاخر خلينا نبتدي من الاول. ماشي وماله اتفضل. احنا كان عندنا ماتش سوبر معمول في ابو ظبي. ويعني قبل بس ما ابتدي بس اول كلامي اقول خالص اعتذاري للشعب الاماراتي وكل اللي حصل. يعني في دي جذور عميقه موجوده بقى لها مليون سنه من ايام الشيخ زايد الله يرحمه. استضافونا كل ادب وكل اخلاق وكل كرم ومنظر حضاري مفيش اروع من كده. لا يخفى على احد ان يعني طبعا ابتدت سمعنا كلنا وشفنا كلنا المنظر اللي وحش قوي قوي اللي اساء لينا ويعني خلى منظرنا مش حضاري او مش المنظر اللي الناس معتاده عليه كشعب مصر. حصل استياء من كل الدنيا طبعا. لا يخفى على احد طبعا سواء المصريين او الاماراتيين او كل الدوله هنا. احنا كل البلد هنا ما كانش عاجبها المنظر اللي حصل او ادارات النوادي نفسها. يعني الاهلي والزمالك ما كانوش راضيين عن اداء اللعيبه بتاعتهم في اللي حصل بعد الماتش. اكيد يا فندم. ما هو المفروض ان اداره الاهلي واداره الزمالك ناس مصريين وناس وطنيين وخايفين برضو على مصلحه البلد زينا بالظبط. بالظبط. الموضوع ده ما كانش ينفع كده انه يمر مرور الكرام لان طبعا دي دولة قانون. احنا مش قاعدين في غابة يعني. ومهما كان اي سطوة او اي حاجة او اي قوة او اي تكتل جماهيري في اي حتة احنا كلنا بتحكمنا لوائح وقوانين. أيوة. والكلام ده ما يزعلش حد طبعا. ولو عايزين النهاردة نقول ان احنا هنتقدم خليني اتكلم على كرة القدم اللي انا بشرف بادارة ملف كرة القدم هنا في مصر. احنا ما بنخترعش لوائح ولا قوانين من عندنا. اللوائح والقوانين دي شغاله في كل حته. في عندي لجنه انضباط بعد النظر لهذه الاحداث بيرقصها قاضي جليل راجل له يعني قيمه وقامه المستشار سيد البنداري. اللجنه القضائيه دي كلها كل اللجنه دي كلها قضاه ناس محترمين ليهم اسمهم وليهم سمعتهم ومش عايز اقول يعني عاملين ازاي. في لائحة انضباط بتحكم الكل. اللائحة دي معتمدة ومتقدمة للفيفا. حضرتك لا يخفى عليك برضو ان انا اللجنة دي معانا من الفيفا. يعني اللجنة اللي انا بتشرف بالوجود فيها دي معانا من الفيفا. وهذه اللجنة بالظبط يعني كل اللي بيحصل في كل حتة في الدنيا ان هو لما بيحصل الاحداث اللي حصلت دي اتحاد مشي وهيجيبوا اتحاد تاني يروحوا جايبين ناس اجانب تدير. يمكن دي كانت الكيس الاستثنائيه اللي حصلت ان هو ناس مصريين بس ممثلين للفيفا. جينا هنا ما قداميش حاجه خالص ان انا اعملها غير ان انا انفذ لوائح. اللوائح دي بقى ممكن في وقت من الاوقات تزعل ناس. وتطبيق القانون ممكن يزعل ناس. اعتقد ان هذا الكلام حتى احنا في مصر هنا ما تعودناش عليه. يعني احنا حتى سياده الرئيس لما وقف قال احنا هنتقدم لا هنجامل ولازم نطبق القانون. وصدقني انا ما كنتش عايز حاجه خالص. يعني اساسا انا جاي هذا المكان انت عارف عمرو كويس قوي قوي ان جاي اادي مهمه معينه. هي لجنه مؤقته يعني انت في كل الاحوال انت ما عندكش مصلحه انت هتخلص الكام شهر وهتمشي. سلام عليك. ومش نازل انتخابات ولا عايز انزل انتخابات. مفهوم الكلام ولا هذا الكلام. فلو ما اتعملش الصح لو ما عملتش الصح انا نفسي مش هحترم نفسي بكاريري ولتاريخي. فيعني المهم في لوائح انضباط بالظبط كده تم تطبيقها بحذافيرها.
في طبعا زي ما بقول احترامي وتقديري لكل البنود اللي موجوده في البيان اللي نازل من النادي الاهلي وبيان نادي الزمالك طبعا او يعني اعلان نادي الزمالك، لكن كل حاجه هيترد عليها يعني. طب خلينا كل شيء من دول خلينا برضو نفهم، حضرتك كنت موجود هناك خلاص وكنت موجود في الملعب طبعا وشفت اللي حصل اثناء اللعب وبعد اللعب طبعا، ولذلك انت علشان بس نشرح للناس، انت خارج من الاستاد هناك وفي دماغك ان انت كرجل مسؤول عن الكره في مصر سواء كان مؤقت او مستمر انه يجب ان يكون في عقوبات لانه هذا مظهر غير اخلاقي واضر بالصوره المصريه في الخارج، صح؟ صح مليون المية يا فندم، ده مطلب شعبي في مصر وخارج مصر. تقول ان انا مش عايز اعاقب ناسي واعاقب الناس التانيين وده هتعاقب اكتر مني في لائحه بتحكمني. طب قبل ما نتكلم في اللائحه، النادي الاهلي بيحملك انت شخصيا مسؤوليه غضب الجماهير، ان انت استفزيت الجماهير، ان انت احتفلت كزملكاوي وسط الاستاد، انه في صور طلعت ليك وانت بترقص وسعيد وبتغني ان الزمالك كسب، رد فعلك ايه على الكلام ده؟ انا بشكرك جدا على اللي اتقال ده كويس. في حمله طبعا ممنهجه ومعموله. الصوره اللي هما بيتكلموا عليها دي مثلا، يعني مثلا هقول لك حاجه عمرو، انا جابوا صوره ان انا واقف يمكن في الايفنت الجميل ده، احنا كنا جايبين معانا ناشئ نادي الزمالك اللي اسمه سعد الولد الجميل المصاب بمرض السرطان، بنحتفل بيه وبنرفع المورال بتاعه. الصورة معانا على الشاشة اهي. تمام. في الاحتفالية الجميلة دي. جبنا سعد، سعد واقف يا حبيبي جنب كنت واقف انا وايوه يا سلام عليك هي الصورة. والوزير سلطان الجابر ورئيس الاتحاد الاماراتي واقفين كلنا، والولد واقف مكسوف بعيد مش عايز يجي. شايف حضرتك الايد الثانيه فيها ايه؟ فيها ميداليه. ايوه يا فندم. قررنا ان احنا نلبس الولد ميداليه ونرفع له المورال بتاعه. مساله شرفيه يعني. مساله شرفيه وانسانيه ورمزيه ولد جميل. واقف انا شايل الميداليه وبقول له تعالى. الصوره معانا اهي. والولد مش عايز يجي، بقول له تعالى، ده انا بقول له تعالى، حبيبي تعالى. قال لك عمرو الجنايني يحتفل مع بفوز البتاع ورا الكاس. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه الجو ده؟ اللي بعده واحده ثانيه طلعت قال لك بيحتفل مع مصطفى محمد بالفوز. في فيديو الممر، يعني زي فيلم الممر كده. فيديو الممر حضرتك مصطفى محمد لو حضرتك حتى بص الصور اللي بيتداول والكلام ده كله مع مصطفى محمد ده في كاس الامم تحت 23 هنا في مصر. واحنا وانا رئيس اتحاد الكوره المصري ونازلين خدنا البطوله والولد طالع هداف البطوله ورايح بحضنه. فالصوره دي لم تكن في مباراه ابو ظبي خالص. خد من ده بقى كتير قوي، خد من ده كتير قوي قوي. قال لك اصل هو بيحتفل بالزمالك وبص فرحان ازاي. احنا يا عمرو لو رايحين عزا هنخش نضحك؟ لا طبعا اكيد رايحين مكسرين طبعا، ولو رايحين فرح اكيد لازم نبتسم. واعتقد ان انا سلمت النادي الاهلي السوبر المصري قبل كده هنا في استاد برج العرب. قال لك بيقص بيحضن لعيبه ازاي؟ طب ما انا حضنت كل لعيبه النادي الاهلي كلهم. هو الفيديو معانا اهو، في بس وانت بتحضن شيكابالا وبتحضن مصطفى محمد بعد الماتش ده. هاي في فيديو تاني ممكن حضرتك تجيبه بتاع كاس مصر اللي اتعمل هنا يوم 20 سبتمبر في كاس السوبر 20 سبتمبر اللي انا بحضن فيه لعيبه الاهلي واحد ورا الثاني. لا انما حضرتك في مباراة ابو ظبي حضنت لعيبة الزمالك بس ولا حضنت لعيبة الزمالك ولعيبة الاهلي؟ يا فندم بقول لك ايه؟ ده انا اتلام عليا ان انا بوست راس وليد سليمان. ايه ده؟ ايه الجو اللي احنا عايشين فيه ده؟ رياضة ايه دي؟
احنا متحفزين لبعض ليه؟ فهم اجتزأوا بس الصوره بتاعت وانت بتحضن لعيبه الزمالك وما جابوش وانت بتبوس راس وليد سليمان. ما هو بالظبط كده، ما انت لو عايز تبرز حاجه او تطلع حاجه، واحد جاي يبص يقول لهمش من هنا، واحد واخد كاس يقول لهمش من هنا. ايه ده؟ وانت رئيس الاتحاد المصري، فكل لعيبه المصريه يعني بتقبلك وبتسلم عليك وماشيين خلاص داخلين اوضه اللبس. وانا علاقتي كويسه بكل الناس. بقول لك ايه يا عمرو، وليد سليمان لما كان عنده مشكله اول حاجه قالها ايه؟ طلبني في التليفون. انا يحصل فيا كذا 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 كذا، حق الله حقك هتاخده. انا لا جاي اجامل ولا يلزمني الكلام ده خالص. انا جاي اشتغل وادي مهمه معينه بشكل معين. طب خلينا ننتقل دلوقتي، فهمنا المباراة وأزلنا يعني الكلام اللي كان بيتقال عن إنك كنت سعيد ومبسوط وبترقص ومش محايد وإن هو ده أدى لغضب جماهير الأهلي وكل ده فهمناه. خلينا نمشي شوية. خرجت من الاستاد طبيعي جدا، كلنا كنا عارفين كجمهور وكإعلاميين، وأنا قابلتك حتى هناك وكلنا عارفين انه لازم كان هيبقى فيه عقوبات، كلنا فاهمين. ايه العقوبات؟ ايه الحكايه؟ دي مساله زي ما حضرتك قلت بتعود للقاضي الجليل. تمام. الناس وخصوصا جمهور الاهلي مستغرب من فداحه العقوبه بتاعت كهربا، انها باخر الموسم، وانه شيكابالا الذي قام ثانيه واحده الذي خالد الدرندالي اخويا وحبيبي واقف جنبي خليك بس معايا، وادي احمد مرتضى وهو كمان بيبوس راسه. ادي الروح اللي المفروض انها تكون موجوده. ده فين الكلام ده؟ اهو اهو الصوره قدامك اهي. الصوره هنا. صح. ده احمد مرتضى وخالد الدرندالي وانت. بالظبط كده. انا وبوشكاش واحمد مرتضى يعني واقفين احنا الثلاثه. الولد طالع متعصب جامد جدا. فلا اهدى لا اهدى بس، وده هو ده دورنا. وفي ايه؟ طب خلينا احمد مرتضى ماسك راسه اهو. مفهوم مفهوم. خلينا نرجع تاني، انه عقوبه كهربا فادحه، وانه عقوبه شيكابالا الذي قام بحركات مشينه في الملعب كلنا شفناها اقل. تعليقك ايه؟ طيب اقسم لك بالله العظيم يا عمرو، كل ما يخص العقوبات أنا لا أعلم عنه شيء، وعلى فكرة هذا هو الوضع الطبيعي. يا عمرو إحنا لو عندنا مستشار رئيس لجنة راجل رئيس محكمة استئناف، هل يسمح واحد زي ده إن أنا أخش أقول له زود لي دي وقلل لي دي؟ لا طبعًا. أقسم لك بالله أنا كان توقيت الإعلام بس هو اللي قلت لهم سيبوهولي أنا اللي هعرف حالينه إمتى. لما جيت بصيت على العقوبات قلت له طب نقلل دي؟ طب ايه رايك نقلل دي؟ طب ايه رايك نكتر دي؟ عارف قال لي ايه؟ قال لي يا عمرو بيه حضرتك مش هتنزل معايا القطر. انا شفت حاجات، والحاجات دي بقى اللي اتقال لك لا اصل هم ما عندهمش حاجات، واصل هم قالوا ابو ظبي وما فيش ابو ظبي. لا يا جماعه انا جاي لي من 17 كاميرا من الفار اللي كان هناك، مش تلفزيون ابو ظبي زي ما قالوا. مين قال لك تلفزيون ابو ظبي؟ مين ابو ظبي؟ وجبنا كل الاحداث. طب انت جبت ال 17 كاميرا منين بتوع الفار الا لو كان من تلفزيون ابو ظبي؟ لان هم يعني هم اللي بيملكوا الحاجات دي، جبتها ازاي؟ من اتحاد الكوره يا فندم. من اتحاد الكوره ومن الشركه اللي جايبه الفار ومستند رسمي. يعني جايبينه، وعلى فكره السي دي موجود في اتحاد الكوره واي نادي من اللي بيشتكي من العقوبات. فعشان نشرح للناس بس عشان اللبس اللي حصل في موضوع تلفزيون ابو ظبي، ان شركه الفار لا علاقه لها بتلفزيون ابو ظبي. تمام يا فندم. بس ايه؟ لازم الكلام ده يكون بالتنسيق مع اتحاد الكوره بتاع ابو ظبي. وده اللي حصل. فحضرتك جبت ال 17 كاميرا اللي هي اكيد بتغطي الملعب كلها بتوع الفار وحطيتوها بين ايدين القاضي الجليل، وقلت له حضرتك واللجنه اللي فيها عدد من المستشارين والقضاه الاجلاء حضراتكم خدوا قراركم. مليون المية. اتفضل اتفضل اهي. وفي تقارير بتاع الحكم ارفق اول واحد، وفي تقرير تاني بتاع منسق المباراه وبتاع مراقب المباراه. عشان الراجل بيحكم بمستندات يا فندم محكمة. أنا بقول لك محكمة.
وانا ليس لي اي دخل ان انا اتدخل في دي، اقول له زود دي او قلل دي. هو في مستشار جليل هيقبل يقول له زود لي دي وقلل لي دي؟ طب هل لما انت قلت له موضوع كهربا ده، يعني هو الكهربا عمل ايه؟ علشان انت عارف انا يعني ما عنديش مصلحه ان الكهربا يرجع، لكن مش دي القضيه، انا بتكلم في الجدل الدائر. يعني انه ما قلتلوش انه يعني انه اللعيب يتم منعه لغايه نهايه الموسم، دي عقوبه كبيره جدا. ما هو برضه حضره القاضي، هو قاضي ولكن هو ليس متخصصا كرويا، يعني جايز المساله ديت هو ما يعرفش فدحتها بالنسبه لاي نادي. يعني بص يا فندم، دي باينه في حيثيات كل الحكم اللي هو عمله، مصنف كل واحد عمل ايه. تصنيف كهربا بدا الشراره تمام؟ خلاص بقى، يعني اوفر اند اباف الكلام ده كله، نمره واحد كاتب الكلام ده الحكم في تقرير الحكم، كاتب جه بعدها مراقب المباراه كاتب، منسق المباراه كاتب، اتفرج على الفيلم، اتفرج بقى على الفيلم هتشوف ان في حصل كذا كذا. البدايه خالص ابتدت من هنا. ثم شيكابالا شاف ان الحركه اللي قام بيها المشينه ديت لا تستدعي غير بس الثمان ماتشات. بص يا فندم، ده يعني ده القاضي هو اللي بيقول هذا الكلام، وله كافه التقدير والاحترام، وانا وكلنا اتعودنا ما بنعلقش على اي احكام قضائيه. كويس؟ بس انا بقى عايز اوضح لحضرتك حاجه كمان. كل فعل من دول مصنف في اللائحه. اللائحه اللي بيقولوا، في ناس بتقول احنا ما استلمناهاش، الاهلي بيقول احنا ما طلبنا اللائحه ثلاث مرات وما جاتلناش وما نعرفش الناس دي بتحكمنا باي طريقه. اعتقد يا فندم ان الوضع الطبيعي ان لو ناس بتشتغل في كره القدم وكره القدم هي حرفتهم الاساسيه، اول حاجه هيفتح الويب سايت بتاع الريجليتور بتاعه يشوف ايه اللي مكتوب فيه. خلاص على انها راحت. نمره اثنين، حضرتك لو فتحنا على الويب سايت، انا من يوم ما جينا واللائحه اتحطت وابتدت للتطبيق، يعني انت بتقول لي ان دلوقتي حالا انا لو فتحت الويب سايت بتاع اتحاد الكوره في لائحه اتحاد الكوره من اول يوم يا فندم. ولا ده انا هقول لحضرتك حاجه كمان. طب ايه الاهلي ما بيشوفش محمود يعني؟ مره كابتن محمود الخطيب مره قال لي اللوائح مش عندي، قلت له اللوائح على الويب سايت، بس اني واي هبعتها لك، روح حطيتها في ظرف مغلق وبعتها هناك. فانت بتقول لي انه انت كراجل مسؤول عن اتحاد الكره قد ارسلت لمحمود الخطيب اللوائح اللي هم بيقولوا ما استلموهاش بايدك في ظرف، وانها موجوده على الموقع بتاعكم. يا سلام عليك، موجوده على الموقع. هي موجوده على الموقع خلاص، يعني مساله في العصر اللي احنا فيه ده ما بقاش في حد بيستلم حاجه على سرك، يعني اقصد المساله منتهيه. ده اللي بنقوله. فده بالظبط اللي حصل. بص يا فندم، احنا جايين عايزين ندير كرة قدم بلوائح وقوانين، ولا ندير كرة قدم بكل واحد على اهواء؟ طب خلينا، انا ما اتعودتش لا في شغلي ولا في اي حاجة في حياتي ان انا هروح يمين ولا اروح شمال. الحاجة هتتعمل كده باللوائح هتتطبق، انا جاي ادير مش جاي اجامل. وزي ما انت قلت، انا لا عايز اقعد هنا ولا عايز اقعد هنا، وعايز اخلص سنتي دي وامشي. ايه اللي ممكن يخليك تستقيل اليومين الجايين؟ اللي يخليني استقيل ان انا بص ازهق، انا ما بزهقش. يعني لان انا عندي احساس كده انه ممكن يكون في حاله كده بعد شويه انت ومحمد فضل والناس، طب يا جماعه انتوا هتزهقوا، احنا مالناش مصلحه، احنا مستقلين، اعملوا لجنه تانية. بص يا عمرو، طالما ده حصل في الحياه ولا يهمني اي واحد. يعني انا هقول لحضرتك حاجه. في ناس نزلت النهارده او امبارح مثلا رقم تليفوني على الفيسبوك. ده بيحصل على طول ده. تعال بقى اتفرج اللي حصل، كم المقابلات وكم الشتايم، وخد بالك اللطيف بقى ان ايه؟ لما تلاقي الناحيتين، ده مش عاجبه وده مش عاجبه. ما ولا يفرق معايا الكلام ده كله. سهل جدا، سهل جدا ان اقف ارد بنفس الشتايم. لا احنا ما تربناش على كده. عملنا ايه؟ نفس الاسلوب اللي انتهناه في شغلنا. طب دي قانونيتها ايه؟ بلاغ للنائب العام، اتفضلوا الناس دي بتعاكس كذا 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 كذا، وبتشتم وتفضله، وجاري البحث. وانا اثق في القضاء طبعا، واثق في العداله، ان انا هاخد حقي بالقانون، مش هنبلطج. طب خلينا ننتقل
يعني للوجه الآخر من عملة طبعا. الكرة المصرية دلوقتي طبعا. نادي الزمالك مش بشكل رسمي، ولكن كلنا عارفين انه الزمالك قال انا مش هلعب يوم الاثنين اللي هو بكرة. ايه الوضع دلوقتي؟ ايه التصرف لو الزمالك ما لعبش؟ اللائحة يا فندم. اللائحة ما عنديش. معلش عفوا انا مش قادر ابص على اللائحة دلوقتي. اللائحة عندك بتقول ايه بقى لو الزمالك ما لعبش بكرة؟ يخسر 2-0 واتنين بونت وستة بونت في نهاية السيزون بعد الموسم ما بس خلاص كده. يعني إيه لو اللائحة بتقول كده وحصلت قبل كده على فكرة. لو ما لعبش الماتش بتاع بكرة ولا كل ماتش كده في ماتش الزمالك والمقاصة ولا كل ماتش هيخسر فيه 3 بونت؟ كل ماتش ما يروحوش، كل ماتش ما يروحوش هيخسر فيه 3 بونت. بس هي العقوبة فيها لو اتكررت بيحصل عقوبة مغلظة. يعني لو الزمالك ما لعبش بكرة وبعدين جه الماتش اللي بعديه ما لعبش، في العقوبة بتبقى أكبر. بالظبط يا فندم. ولو ما لعبش الماتش اللي وراه بتبقى العقوبة أكبر. بالظبط كده. وطبعا خسارة النقط دي بتخليه يتداور في جدول الدوري، اللي هو ممكن يخليه من الأربع فرق أو من الفرقتين اللي بتهبط في الدرجة التانية. ولا ما وممكن جدا يفقد انه يلعب في افريقيا. طيب هل جالكوا اي مخاطبه رسميه ان الزمالك مش هيلعب بكره؟ لا فندم، الكلام ده حصل من ساعه او ساعه ونص بالظبط. انا لحد دلوقتي ما جاليش حاجه، كلها الميديا يعني اللي بتتكلم. انما الاهلي ما عندوش مشكله، الاهلي هيكون موجود في الاستاد بكره. يشرف، وطبعا اهلا وسهلا طبعا يعني، وانا اتمنى ان الماتش يجي. احنا المتحدث باسم النادي الاهلي استاذ شريف فؤاد قال لنا انه الاهلي هيكون موجود بكره. طبعا انا ما عنديش اي حاجه هتقول هو الاهلي رافض، اعتقد التعامل ورافض العقوبات. العقوبات هتطبق بكره ان شاء الله. طيب هو العقوبات دي مش ممكن يبقى فيها التماس؟ يعني انا افهم طبعا ممكن. ده معلش بقى، ده كلام الناس الايه. طبعا فيها قدم التماس وفي استئناف كمان، يعني في ممكن يعمل تظلم للي اخذ القرار. وفي عندي قاضي، في عندي لجنه الاستئناف برئاسه برضو قاضي فاضل محترم المستشار عادل الشرباجي، فيقدر النادي الاهلي او نادي الزمالك يتقدمها بالتماس بكره طبعاً. او بعده ويتم النظر فيه، اما تعديل القرار. يطلع المحكمه الرياضيه بره برضو اهلا وسهلا. اقسم بالله ده ما يزعل يا جماعه، وحياه ديني كمان مره اللي حاكم قاضي ولم يحصل تدخل ولا من حد يقال انه بينتمي ولا للاهلي ولا للزمالك. ايه الاحتقان ده؟ طب تفتكر انه كان من الخطا ان يتم تعيين مسؤول عن الكره في مصر معروف ان هو زملكاوي صميم؟ الان عندما تراجع هذا القرار وتنظر له، هل ده كانت مساله غلط؟ طب ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. انا وانا بعدي كده جنب صور رؤساء الاتحاد اللي انا بتشرف ان صورتي موجوده معاهم. حضرتك هات لي عد لي على صوابع الايد الواحده ناس ما بينتموش للاهلي او الزمالك. هقول لك انا حاجه تانية. هو حسن شحاته لما درب المنتخب الناس قالوا يا زملكاوي؟ لا، ده هو كان اعظم، ده اعظم مدرب للمنتخب. الله ينور عليك. هي بصوا يا جماعه، احنا لو عايزين فتنه مفيش اروع من كده. هو في فتنه فعلا. صدقني انا عندي امل كبير قوي 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 في البلد دي، وحياه ربنا يا عمرو، عندي امل كبير جدا ان عمرنا ما هنعمل الصح ونلاقي نتيجه تانية مختلفه. مش هعمل غير الصح. لو ضغوط الدنيا جات لي مش هعمل غير الصح. طب دلوقتي النادي الاهلي نص بيانه بيشتكي من رئيس نادي الزمالك وبيقول انه بيتم الاعتداء علينا وانه كذا وكذا واحنا بعتنا لكم شكاوي، وانه طبعا برضو ده في تلميح انه لانه هو رئيس نادي الزمالك وانت زملكاوي محدش بيقترب منه او بيعاقبه. تعليقك ايه؟ احترامي وتقديري الكامل لرئيس النادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك، بس حضرتك لو هتبص هو كان رئيس نادي الزمالك عاجبه؟ رئيس نادي الزمالك انا الوحيد يمكن اللي تم اصدار عقوبه في عهدي انا على رئيس نادي الزمالك.
والكلام ده برضو ما يزعلش، وبرضو بقول كامل التقدير والاحترام للاثنين. بص بص عمرو، اللي عايز يقول حاجه ويصدقها سهل قوي 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 انك تصدقها، وسهل قوي انك تمشيها. طب انت تقول بقى ان ده احنا عايزين نمشيها كده. يا راجل بقول لك بدي للولد ميداليه علشان نرفع المورال بتاعه، وقال لك بيحتفل. وفي حاجه كده في الدنيا؟ طيب هتكمل ازاي والاهلي والزمالك ضدك الان؟ يعني دلوقتي انت ما هو معلش مع احترامنا طبعا لكل الانديه الاخرى العظيمه وكل حاجه، ولكن بلا اهلي وزمالك، يعني لو الزمالك ما لعبش بكره والاهلي بيقاطع اللجنه، كيف ستستمر الكره في مصر؟ والسؤال الاهم، عايز اسالك سؤال. اتفضل. عايز اسالك سؤال. اتفضل. ناس طول عمرها ما كانتش واخده على اتخاذ قرارات، لما هتاخد قرار وهتاخد قرار صح لازم هتزعل حد. هل الهدف ان انا ارضي جنب من الاثنين، ولا الهدف ان انا اعمل الصح؟ أو المفروض بس يعني ناس عمليا. انا اسف، انا اسف لمقاطعتك. اتفضل. بس حتى بيان الـ 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 النادي الاهلي اللي بيقول لك انحيازه لطرف معين، وعلى اساس ان الطرف الثاني راضي جدا، يا جماعه والله ما بعمل حاجه غير ان انا بطبق لائحه. هو في ايه؟ الا بقى لو احنا عايزين حاجه ثانيه غير كده انا تحت امركم. هو دلوقتي طبعا حد تاني قلق الناس انه الوصول للمرحله ديت، اللعيبه دي بعد شويه ما يجوا يخشوا معسكر المنتخب سواء كان بتاع الشباب او الكبير، الناس دي هتقعد مع بعض ازاي؟ يعني اقصد احنا واصلين لمرحله انه يعني الناس دي جريت ورا بعض في الملعب، الناس دي قالوا لبعض الفاظ، يعني احنا دلوقتي بقى بنبص. كابتن شوقي غريب طلع قال لك اول حاجه عندي الاخلاق. كابتن حسام البدري قال اول حاجه عندي الاخلاق. كويس؟ وطول عمر ماتشات اهلي وزمالك بتتعمل، ايه الشحن اللي موجود ده؟ ايه الشحن ده؟ ليه؟ دي في النهايه اسمها رياضه يا جماعه، ده ما بيقولوا روح رياضيه. ليه؟ طب باللي حصل ده كله، حضرتك لما تقعد مع الفريق بتاعك دلوقتي مش بتفكر انه كان الافضل ان انت تاجل الماتش ده شويه لغايه اما الدنيا تهدى ونشوف ايه اللي يحصل؟ يعني مش تاجله، مش لازم شهر ولا حاجه، يتاجل يومين، يتاجل ثلاثه، انما اصرار برضو اتحاد الكره انه يتلعب في ميعاده وما يتلعبش غير في ميعاده. في وجهه نظر بتقول كده، يعني كنت استنيت شويه. بص يا عمرو، انا جيت قعدت في الكرسي اللي قدامك ده، حصل، وجيت قلت لك وانا ما صدقتكش. حلو قوي. وقلت لك مش هاجل غير في حاله واحده بس، لو الامن قال لي اجل. قلت لي لو اتضغط عليك، قلت لك هقول لهم ايه؟ لا اله الا الله. بالظبط، حصل. عايزين دوري منتظم وعايزين كره محترمه، ولا عايزين نهجص وكل واحد يتكلم في التليفون يقول لي اجل لي الماتش الفلاني؟ تعالى بقى كمان، انا ما بطلبش المستحيل. انا النهارده بنتكلم في ايه؟ ومتفقين على الناس من اول يوم قعدنا فيه 4 ايام لو الماتش بره، 3 ايام لو الماتش جوه. يعني الاثنين فاهمين الحكايه دي طبعا. هو في ايه؟ وبعدين احنا النهارده ليه بنعامل ماتش الاهلي والزمالك انه مثلا، هو في يا جماعه ما هو ماتش الثلاثه بونت، انما الاحتقان بقى اللي احنا بنعمله، والله الدنيا ابسط من كده خالص. بمناسبة الاحتقان بقى والدنيا ابسط من كده، اكيد ما حدث في ابو ظبي لكل الجهات، مش اتحاد الكرة بس، اتحاد الكرة والامن والدولة والشباب والرياضة وكل هذا الامر، كل الناس المعنية اكيد بيعيدوا النظر للمرة العاشرة في انه الجمهور يرجع تاني. اذا كنت انت كنت برة، والمفروض ان الجمهور اللي موجود كان برة ده يعني كريمه الكريمه بقى، لان دي ناس مسافره ودي ناس عايشه بره وكل ده حصل كده، يبقى انا كمان ما اقدرش ارجع الجمهور هنا في مصر. والله اول عنصر المفروض ان هو يرجع الجمهور هو الجمهور نفسه والتزام الجمهور. انا فيما يخص اتحاد الكوره اعتقد ان انا عملت كل حاجه ممكن انها ترجع الجمهور. الدولة عملت حاجات كتيرة جدا، عملت نظام تذكرتي، عملت شركة الأفريقية، أول شركة أمن رياضي، خلت كل الناس كل الأندية تتعاقد معاها. خلاص احنا عملنا كل الانفراستراكشر اللي تخلينا نبتدي نرجع جمهور جراديولي. لكن الاحتقان اللي موجود ده بقى، أعتقد أن متخذ القرار الأمني اللي بياخد هذا الكلام
يعني بيفكر كتير قوي قوي قبل ما ياخد القرار. طب يعني بالمعطيات اللي هو شايفها دي. طب انت ناوي تعمل ايه؟ يعني دلوقتي ما هو برضو يعني الاشتباك مع المشكلة، انت عندك نادي قرر مش هيلعب بكرة، نادي تاني يعني يقاطع، هتعمل ايه؟ ماذا تفعل؟ ولا حاجة، حدير زي ما كما ينبغي ان يكون، وما يملي عليا ضميري، واللي اتعلمته هطبقه والقوانين هتطبق، بس ما عنديش حاجة تانية. ايوه يعني يعني طب حتى يعني ما الناس ديت مع احترامنا برضو دول اهم ناديين في الدوري، ازاي هتقدر يا فندم؟ مثلا النادي الاهلي قال لك لن يتم التعامل مع اللجنه الخماسيه، مع اللجنه الخماسيه، وهو الدوري بتاع بكره ده مين اللي منظمه؟ يعني ما حضرتك رايح الماتش بكره. اهلا وسهلا طبعا. نادي الزمالك، طيب هل بص انا ماشي في سكتي، اللي انا شايفه صح هعمله، لن احيد. عمرو الجنايني اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول ايه الشيء الغريب قوي اللي اكتشفته؟ يعني انا طبعا مش عايز اتكلم، ولكن ظهر اشياء ليها علاقه بعملك، ليها علاقه يعني في اشياء مش سهله بقى، في اشياء يعني واضح انها يتم طبخها خارج اصلا كمان سياق الاحتقان وكره القدم. كلمني على هذا الامر. تهريج كلام فارغ يعني. كلها برضو تويتايه جايه من واحد هربان في قطر، واحد مش عارف ايه قطعه ايه، بص شغل بلدي قوي قوي قوي، بس الكلام ده ما ياثرش فينا يعني، ما تقلقش. عمرو الجنايني رئيس لجنه اتحاد الكره المصريه، ايه الرساله اللي عايز توجهها لجماهير الاهلي والجماهير الزمالك في نهايه هذا اللقاء؟ يا جماعة والله العظيم الكورة ده شيء جميل جدا جدا، اللي احنا بنعمله فيها ده ما 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 احنا بنسيء لأي حاجة. لو عايزين كرة قدم حقيقية، لو عايزين نتقدم، لو عايزين نوصل للانترناشنال ستاندرد، سهل جدا جدا ان كل واحد يعمل اللي عليه، ونبطل تأليف، ونبطل تلفيق، وترقيع صور، واتهامات وتبادل اتهامات. هو في ايه يا جماعة؟ وفي ايه؟ هو انا يعني انا زملكاوي ماشي، جيت وانا جيت قلت انا اهلاوي يا فندم، تعالى حاسبني لما تلاقيني بحيد عن اللي المفروض ان انا اعمله، ودي انا مش هعملها. جاي تقول لي انا متظلم من التظلمات، ده قاضي يا جماعه، ومش انا خالص خالص، وباكدها لك تاني، ليس لاي عضو من اعضاء اللجنه الخماسيه اي دخل في اي قرار اتخذ. بنقعد بقى نعمل لا ده هو اصل فلان صاحب فلان، اصل ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي احنا فيه ده؟ هل في اليومين اللي فاتوا دول الخطيب او مرتضى منصور كلموك في التليفون؟ لا اليومين اللي فاتوا لا، بس كامل الاحترام والتقدير برضو للمستشار مرتضى منصور وللاستاذ وللكابتن محمود الخطيب طبعا. بس انا حتى بيتم التداول على طول، سواء مع اعضاء النادي الاهلي او نادي الزمالك، على طول كلهم بيكلموني يعني. اخر سؤال لعمرو الجنايني، هل من الممكن ان تتراجعوا عن العقوبات؟ هل من الممكن ان تؤجلوا المباراه غدا في اخر لحظه؟ لا فندم، خلينا في الثانيه الاول. لا انا ده انت ما فكرتش. لا لا يعني بالظبط كده. لا لا الاولانيه تراجع عن العقوبات، ان القاضي اللي خد القرار لو تقدم له تظلم، اللي هو المسار الطبيعي للالتماس يعني. بالظبط يا فندم، وعلى فكره كل الدنيا شغاله كده وحصلت قبل كده. لا ما احنا بنشوف بيبقى فيه مثلا هتافات مسيئه عنصريه في انجلترا او 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 يحصل عقوبه، ويتم بعد كده النظر للعقوبه. شفنا مانشستر يونايتد، شفنا لعيبه، شفنا بنشوف ده على طول، بنشوف عقوبات طول الوقت يعني. يا فندم لو في اي معطيات هتتقدم للقاضي متخذ القرار او اللي هيبت فيه الـ التظلم، وارد جدا. وعلى فكره اللائحه بتقول وارد انه يعني ممكن زيادتها او يقللها. عمرو الجنايني، معنى انه الاهلي والزمالك الاثنين مش طايقينك، ده معناه انه يعني دي علامه نجاح
للحياد يعني، يعني عندما يكون عمر انا ما رضيت اقولها بس الحمد لله انك انت قلتها. يعني على فكره عاده بيبقى في نادي راضي ونادي مش راضي، دي الاول مره نشوفهم هم الاثنين في ساعه واحده. يعني عمر ما الاهلي والزمالك اجتمعوا على شيء قد ما اجتمعوا على الهجوم عليك. ف مادام لك بالله يا عمر لا جملت ولا حاجه من حد. طب سؤال عشان اطمن انا، هتعملوا في ايه في موضوع محمد صلاح ولعبه مع المنتخب الاولمبي؟ ما تقلقش ان شاء الله ربنا يسهل، علشان اول الموضوع ما يبقى يعني خلاص بنيت له ملامحه الاساسيه اول واحد هقول لك انت حبيبي. والفار هيبقى امتى ان شاء الله؟ عشان اول الدور الثاني زي ما وعدتك على الكرسي اللي قدامك ده، قلت لك ايه هيبقى فيه فار اول الدور الثاني علشان يوم ما يحصل حاجات زي دي بقى الفار يبقى بيصور. بالظبط كده، ناخد بقى ال 17 كاميرا دول بدل ما نروح ناخدهم من ابو ظبي ناخدها من عندنا. أكيد. عمرو الجناني بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المطولة وشرح للرأي العام المصري الموقف، موقف اتحاد الكرة المصري من كل ما حدث.